لا تزال يد الخير الكويتية ممتدة بكل تفان وإخلاص للأشقاء في اليمن، وتنفيذا لأوامر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تقديم كل العون للمحتاجين في هذا البلد وخصوصا في الجانب الصحي. فها هي دولة الكويت تقوم بإمداد اليمنيين بست حاويات محملة بالأدوية والمحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، والتي تقدر بأكثر من 170 طنا بتكلفة بلغت أكثر من 45 مليون ريال. اليوم تدشين توزيع المساعدات الدوائية المستلزمات لمرضى الفشل الكلوي وكذلك مرضى الكوليرا المقدمة من الكويت أميرا وحكومة وشعبا ضمن حملة الكويت إلى جانبكم عبر صندوق إعادة المرضى الكويتي، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الكويتية وفي مقدمتهم جميعا الجمعية الكويتية للإغاثة. هذه كلها تأتي كإغاثة عاجلة لشعبنا في ظل الظروف التي يعانيها من ظروف الحرب والحصار. القطاع الصحي في اليمن ظل يتأرجح من جراء الوضع الصعب الذي تعيشه البلد من أزمات متفاقمة، وبين هذا التأرجح والذي كان قاب قوسين من الانهيار التام قامت دولة الكويت بإمداد هذا البلد بأكثر من 75% من احتياجاته الدوائية للحيلولة دون انهياره، وسعيا منها لإصلاح وترميم ما أفسده الآخرون. اليوم اتجهت الكويت لدعم سخي جديد في مجال أصبح يمثل شريان الحياة لمرضى القصير الكلوي، وهذا تعتبر بادرة طيبة استطاعت من خلال أن تبعث الأمل لجميع المرضى، واستطاعت من خلال عملت على توريد شحنة إسعافية من مستلزمات القصير الكلوي بحوالي بقيمة ما يعادل 118,000 دولار، وبإجمالي شحنة تقدر بحوالي 118 طن بالإضافة إلى السوائل الوردية، وهذا بادرة طيبة تشكر عليها وأطاع الكويت مستمر، ونتمنى أن يستمر ذلك في 6 مجالات الحياة. دعم كبير في كل القطاعات وخصوصا المجال الصحي الذي تقدمه دولة الكويت في شهر رمضان المبارك بإصرار وعزيمة كويتية لا تلين لرفع الضرر عن الأشقاء في اليمن. تقديم المساعدات للأشقاء اليمنيين وخصوصا في القطاع الصحي، والذي بدا جليا اليوم بتسليم أطنان من الأدوية لمستشفيات الغسيل الكلوي والتي سلمت بشكل عاجل، هو ذاك الذي يجعل من دولة الكويت دولة الإنسانية الأولى. مروان نبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن.